هنالك كلام في الكواليس يتحدث عن أن هنالك أحزاب جديدة شكلت الآن وتريد تشارك بمسميات جديدة بشخوص جدد ووجوه جديدة راح يشاركون بالانتخابات، وهم بالأساس بحسب ما سمعنا حقيقة لا شيء أكيد أنه أكو نفس الجهات السياسية اللي تعب منها المواطن العراقي هي اللي داعمة لهذه الأحزاب وهذه الشخصيات الجديدة، وهذول يريدون يطبون للانتخابات ويفوزون بها بطريقتهم الخاصة وحتى طابين على شكل مدنيين. كيف للحكومة أن تحقق بمثل هذه الأمور وأن تحقق نتيجة؟ أؤكد ذلك 100%. الأحزاب تغير أشكال شخوصها، وبعض الأحزاب السياسية ذات ارتباط مذهبي طائفي اخترقوا ساحات التظاهرات واستمالوا بعض الدخلاء أساساً وذوي النفوس الضعيفة بوعود لمناصب ووعود لمراكز ووعود كذا بتشكيل ما يسمى أحزاب سياسية، ومع هذا وذاك هي الساحة مفتوحة لكل من يرغب أن يعمل أي شيء. ولكن حسب متابعتي لهم أن الثوار ما زالوا عند ثوابتهم، الأحزاب المذهبية والطائفية لن يسمح لها المشاركة، إذا شاركت فأتوقع أن المقاطعة هي أساسية، أي بمعنى إذا لم يتم تغيير القوانين الأحزاب وقانون الانتخابات والغاء المفوضية ومحاسبة الفاسدين وإنهاء الميليشيات وإنهاء الأحزاب التابعة للقوى الخارجية، المقاطعة فرض أساسي على العراق والعراقيين حتى لا يسمحوا لهؤلاء أن يأتون مرة ثانية. طيب على كلامك دكتور، معناتها ليس هنالك من غير ممكن أن نقوم بانتخابات مبكرة إذا هذه كلها أنت تريد تحلها قبل الانتخابات، يعني الوقت قصير. أنا قلت رأيي الشخصي لن تكون هناك انتخابات نهائيا، ولكن دائتي مع الذين يتوقعون انتخابات، إذا كانت الانتخابات بهذه الآلية لا حياها الله، إذا كانت بآلية كالتي سبقت فذلك ضحك. وهناك مقولة دائما أكررها، إذا خدعتني مرة فالعيب فيك، وإذا خدعتني مرتين فالعيب في، فما بالك أن خدعت 20 مرة 17 من أخدع. إذا الشعب العراقي يوعى حقيقة الأمر وعرف اللعبة وعرف القوى المؤثرة التي تستأثر الأمور لشأنها ولشأن قوى سياسية خارجية، فلا أتوقع هناك انتخابات.